وقعت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب اتفاقية تعاون وتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام، وذلك لتغطية وبث الجلسات العامة للمجلسين واجتماعات اللجان النوعية الدائمة، إلى جانب بث البرامج البرلمانية والمتعلقة بالسلطة التشريعية. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام. تشرفت اليوم بمعية إخواني سعادة الأمين العام لمجلس النواب وسعادة الأمين العام لمجلس الشورى بتوقيع الاتفاقية الإعلامية لتغطية جلسات المجلسين وتغطية كافة أنشطة المجلسين الإعلامية بإذن الله تعالى. وحب أؤكد بهذه المناسبة بأن وزارة شؤون الإعلام بكافة منصاتها الإعلامية من إذاعة وتلفزيون وكالة أنباء حريصة كل الحرص بتوجيه دائما من سعادة الأستاذ علي بن محمد رميحي في تغطية وإبراز كافة المناشط الحضارية ومنها أنشطة المجلسين، والتأكيد على نجاح المشروع الإصلاحي الكبير بقيادة السيد جلالة الملك أيده الله، قد بدأ يثمر وبدأنا نقطف ثماره من خلال هذه المناشط وهذا النجاح الكبير للانتخابات الأخيرة في مملكة البحرين، وعلى هذه النسبة المتميزة من المشاركة الشعبية في تلك الانتخابات. اتفاقية كل فصل تشريعي وكل دورة من الفصل يتم توقيعها بالأطراف الثلاثة، مجلس الشورى ومجلس النواب مع وزارة شؤون الإعلام، ولجرى العمل عليه لتغطية الجلسات وتغطيتها تلفزيونيا وتغطيتها عن طريق الإذاعة لدور من تعزيز التواصل بين النواب والشوريين إلى أداء عملهم إلى المجتمع. وزارة الإعلام دائما سباقة في التعاون. اللهم الاتفاقية اليوم هي إجراءات قانونية فقط، ونقل فعاليات الأمان العام ومجلس النواب للجمهور، هاي شيء مطلب أساسي. فاحنا اليوم وثقنا هذا التعاون في اتفاقية إن شاء الله، وراح نكثف فيها بعض البرامج.